هذه قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. الوداد يخرج من دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتحكيم يلعب دور البطل في ظلم الوداد. أرجع عزيز بنيج محلل قنوات بين سبورتس القطرية الإقصاء الذي مني به الوداد الرياضي من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي للحكم الكونغولي ندالا، وقال: لن ألوم لاعبي الوداد الرياضي اليوم لأنهم قاموا بلقاء كبير، لكنني ألومهم على سوء تدبير مباراة الذهاب. لو دكوا شباك فريق ضعيف في الذهاب لما عانوا من تبعات مؤامرة التحكيم اليوم. وأضاف: الوداد الرياضي دفع ثمن مباراة الأسبوع الماضي، فالفريق الأحمر خسر المواجهة بسبب الذهاب. اللاعبون قدموا ما عليهم باستثناء بعض الأسماء التي لا أحبذ ذكرها. وأكمل: ضربتا جزاء لم يتم العودة لهما أو الإعلان عنهما، حتى تقنية الفيديو لم أشاهدها البتة في المباراة. الحكم يضع فقط يده على أذنه ليرد عليه مقدم البرنامج. السماعة كانت في الأذن الثانية. ليختسم بنيج قائلا: نعم، فهي مباراة أو مؤامرة تحكيمية، فاللقطتان هما ضربتا جزاء. وغادر الوداد المسابقة الأغلى في القارة السمراء بعد هزيمة أمام كايزر تشيفز جنوب إفريقي ذهابا على أرضية دونور بهدف مقابل صفر، والتعادل سلبا بصفر مقابل صفر في ملعب سيتي سوكر بجوهانسبورغ. للتواصل معي تجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام وكذلك رقمنا على الواتساب. مرحبا بالجميع. نهاية الخبر. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.